بس ايه بقى يعني، هل من اللحظات المضيئه في حياه كابتن علاء النبيل لا يعني الهدف في الجزائر سنه 84، ولا لما كنت في الجهاز المعاون مع كابتن جوهر الله يرحمه في 90، ولا تونس؟ ايه اللي تفتكره، ايه اللي عزيز قوي على قلبك يعني؟ والله بص حضرتك كلها ذكريات حلوه. 84 عشان علاء نبيل من نادي المقاولين العربي يجيب جون ويفرح الناس كلها، حضرتك لو تتخيلي العواميد في استاد القاهره ما كانتش باينه من الناس قاعده عليها. تمام؟ عشان علاء نبيل يفرح الناس كلها بهدف، والملعب فيه محمود الخطيب وفي ثار ابو زيد وفي مختار وفي وعلاء نبيل اصغر اللعيبه سنا في هذا هذه المباراه اجيب الجون، كانت ليها فرحه كبيره جدا. علاء نبيل لما يبقى في منتخب مصر ونروح بوركينا فاسو 98 ونجيب البطوله من بره ونيجي من اجمل البطولات، انا بعتبر 98 و2008 من اجمل بطولات البطولات الافريقيه تمام. ويمكن كابتن هاني كان معانا في 98 يتعمل عليها كتاب. احنا كنا رايحين ده من قبل ما نروح. ليه قلت اتعمل يتعمل عليها كتاب؟ ليه؟ لان احنا من قبل ما نروح والسفر نفسه وبدايه المعسكر واثناء المعسكر واثناء المباريات وبعد المعسكر لا حاجات كتير كان في حكايات كتير. طبعا هو الكابتن جوهر الله يرحمه في مؤتمر قال لفظ الناس فهمته غلط، حتى الاستاذ حازم مسكي قال يا جماعه كابتن جوهر ما قالش كده، بس ما حدش عايز يسمع، كله مستني. تمام. هو بيقول لو انا كابتن جوهر كان ليه شويه تصريحات ظريفه كده، قال لك انا لو دخلت مطار بوركينا فاسو هيقولوا لي انت مين؟ راح طلع لهم الجواز، هيقول لي انت ما دخلتش كاس عالم مش عارف ايه وما عملتش ايه وما عملتش ايه، فانت في المركز اوعى في المركز 13. تمام. ف قال لك احنا كابتن جوهر بيقول احنا نطلع مركز 13 يا جماعه، ما قلناش كده مشيت. وبعدين هو بسم الله ما شاء الله كان ذكي، فاحنا قاعدين على الفطار بدات قال لك خليها تمشي، انا عايزك تمشي بقى، هم بقى عايزين كده خليها تمشي. يعني هو كابتن جوهري ما كانش يقصدها بالمعنى اللي خدته الناس خالص خالص. وبعدين من الضغط بقى اللي حصل، فانا كنا فصلنا كده جاكيتات عند عمو مصر الله يرحمه كده في مدينه نصر ترزه كده صغير كده، عملنا جاكيتات عشان نسافر بيها. طبعا اللي احنا بنشوفه دلوقتي عارفها 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 جاكيتات عارفها الكم لغايه هنا دي، انا ايوه ده الكم لغايه هنا يبقى جت مقاسه لحد هنا يبقى جت مقاسه هي كده تبقى حلوه يا عم، هتلبس كده ولا مش هتلبس؟ فعملت لك بدلتين عند عم ناصر عم مصري. فكان الكابتن سمير ساي وكابتن جوهري، كنت انا وكابتن فتحي مبروك وكابتن سمير عدلي وكابتن فكري صالح. فبقول له يا كابتن احنا خلاص مسافرين بكره، بنبره كده بقى يعني ايه؟ فراح هو كان بيدخن جامد، راح طفي كده السيجاره راح باصص لي ورا قال لي يا علو انت صدقت؟ انا رايح اجيب البطوله يا حبيبي. انا عارف جهازي كويس وعارف لعيبتي كويس، انا رايح اجيب البطوله وراجع.